أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة المدى ومقال الكاتب علي حسين بعنوان الدم الرخيص. يعلق الكاتب على التصريحات الأخيرة لعبد الكريم خلف الذي كان ناطقا باسم حكومة عادل عبد المهدي، حيث سخر من تضحيات شباب تشرين وأعلن بكل أريحية بأن تظاهرات تشرين كذبة، ولم يكتفي بذلك بل أعلن أن استهداف المتظاهرين بالقنابل أمر طبيعي ولا يستلزم إجراء تحقيق. يقول الكاتب: كنت أظن بأن السيد عبد الكريم خلف سيختفي من المشهد ويجلس في البيت يشاهد التلفزيون، لكن الرجل مصر على أن يقدم مشاهد كوميدية من عينة أن الدخانيات التي قتلت المتظاهرين ربما أطلقتها جهات من داخل ساحة التحرير. طالما يعتقد السيد عبد الكريم خلف بأن العراقيين أسرى لدى الحكومة ومن حقها في أي لحظة أن تصول عليهم صولة رجل واحد، وبدلاً من أن يعتذر الناطق السابق عن الأحداث المؤلمة التي جرت في احتجاجات تشرين، أخبرنا وهو يبتسم: اطمئنوا، لا شيء حدث، فقط القتلى واحد، فلماذا تشغلون أنفسكم؟ إنه قتيل واحد يا جماعة. هكذا تحول موضوع خطير ومصيري في حياة العراقيين، وأعني به قتل المتظاهرين، إلى مجرد مهرجان غير منظم لتصريحات تفتقر إلى العقلانية والموضوعية. لا أتصور أن أي عاقل يمكن أن يقرأ تصريحات عبد الكريم خلف التي يطلقها هذه الأيام دون أن يضرب كفاً بكف على هذه القدرة العجيبة على خداع الذات قبل الآخرين. حول حكومة السودان وادعائها بمحاربة الفساد، نشرت صحيفة الميثاق الوطني مقالاً للكاتبة ثائرة أكرم العقادي جاء فيه: السوداني جاء رئيسا للوزراء وطرح برنامجا تغلب عليه الأوهام وعدم الواقعية في محاولة لتجميل الصورة القبيحة للصوص الذين تسلطوا على رقاب العراقيين منذ 2003 وإظهارهم بمظهر من يريد الخير للعراق. وبدأ الإعلام بتزوير الحقائق وقلبها لصالح الحكومة الجديدة، وهنا وقع البعض في المصيدة من دفاعه نحو ما قام به السوداني من إزاحة بعض المدراء والمسؤولين المتهمين بالفساد، ليتبين فيما بعد أنها حالة من الصراع على النفوذ. ولذلك فإن تصريحات السوداني بتطهير حكومته من الضعفاء والفاسدين والمعطلين لمشروع الإصلاح لن تسير. فأول عائق يواجه السوداني هو ارتباطه الوثيق بالمالكي، حتى قيل بأنه ظله وأن المالكي عاد بشخص السوداني كي يكمل ما بدأه. المالكي ولقاؤه بالسوداني يريد أن يوصل رسالة مفادها أنه لا تغيير يحصل بالحكومة التي صنعها دون إذنه، موحياً أن السوداني صناعته ولن يجرؤ على التمرد، فحقيقة السوداني هو معول بيد المخربين، وظيفته دفع الرواتب وإصدار الجوازات لا أكثر. نحن اليوم نقف متوجسين من تصريحات السوداني حين قال إنه خرج من حزب الدعوة وهو مستقل بنفسه، وبالتأكيد هذا التصريح له أهدافه التي قد يكون من بينها إعطاء مرونة لحزب الدعوة ورئيسه في التنصل من المسؤوليات العامة لما قد يرتكبه المرشح خلال مسؤوليته في رئاسة الحكومة من أخطاء ومساوئ سياسية بعد فقدان حزب الدعوة للسلطة التنفيذية المباشرة بعد عام 2014. وبالنظر لوصول السوداني إلى رئاسة الحكومة، يمكن الجزم باستحالة خروج السوداني عن الإطار الذي يحدده المالكي، وهذا يعني أن العراق عاد ليقع بين براثن الذين نهبوه وخربوه وأفسدوا مؤسساته.
وثائق استخباراتية تكشف طريقة إيصال الأسلحة الإيرانية إلى سوريا، حيث أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن إيران وميليشياتها ساهمت في استهداف القوات الأمريكية في سوريا من خلال شحنات أسلحة سرية خبأتها بين المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى المنطقة عقب وقوع الزلزال المدمر في شباط الماضي. وقالت الصحيفة إنها حصلت على معلومات استخباراتية سرية تم تسريبها عبر منصة ديسكورد للمراسلة تكشف ما تبذله إيران من جهود لإخفاء المعدات العسكرية الدفاعية بين شحنات المساعدات المرسلة إلى سوريا عقب كارثة الزلزال. وبحسب الوثيقة المسربة فإن الأسلحة الهجومية التي هربتها إيران إلى سوريا تشمل أسلحة صغيرة غير محددة وذخائر ومسيرات تم تمريرها بالاعتماد على قوافل ضمت مركبات توجهت من العراق بالتنسيق مع ميليشيات الحشد الشعبي العراقي وفيلق القدس، والذي يعتبر من قوات النخبة الإيرانية المتخصصة بإدارة المقاتلين بالوكالة وجمع المعلومات الاستخباراتية. ولمح التقييم الأمريكي المسرب أيضاً إلى تورط رئيس أركان الحشد الشعبي، حيث وردت إشارة واضحة لأبي فدك المحمداوي مشيراً إلى أن تحالف الميليشيات الشيعية لصالح إيران يتلقى تمويلاً من قبل الحكومة العراقية، وذلك عبر جهاز رسمي تابع للدولة يعرف باسم لجنة الحشد الشعبي. نشرت صحيفة ليموند الفرنسية تقريراً تحدثت فيه عن لبنان الذي يستعد لانتخاب صديق مقرب لبشار الأسد لرئاسة الجمهورية، والذي كان جده قد شرع في سنة 76 و900 وألف الاحتلال السوري لجزء من البلاد. وقالت الصحيفة الفرنسية اليوم يتنافس سليمان فرنجي الحفيد الذي تجمعه علاقة وثيقة مع بشار الأسد بقدر ما كان جده مقرباً من حافظ الأسد على رئاسة الجمهورية، وهي انتخابات قد تشير إلى عودة لبنان تحت سيطرة عائلة الأسد. كان الاحتلال السوري مصحوباً بنهب منهجي للبنان مع إنشاء شبكات إجرامية قوية عبر الحدود بما في ذلك تهريب المخدرات، لكن طاغية دمشق عزز قبل كل شيء إدارة طائفية للسياسة اللبنانية وضيق الخناق على كل محاولات ظهور مفهوم حقيقي للمواطنة، وأصبحت ميليشيا حزب الله الموالية لإيران والتي تأسست سنة 1982 بموافقة حافظ الأسد الأداة الرئيسية لها للسيطرة على لبنان باسم مجتمع المقاومة ضد إسرائيل. وأوضحت الصحيفة أن بشار الأسد الغاضب من طرده من لبنان مصمم بالفعل على الانتقام الدموي لهذا الإذلال، فبعدما استعاد الوطنيون اللبنانيون الذين خضعوا لشكل جديد من السيطرة من دمشق الأمل في سنة 2011 عندما بدأت انتفاضة ثورية سلمية في البداية في سوريا، لكن حزب الله يدرك تماماً القضايا العابرة للحدود التي تنطوي عليها الاحتجاجات السورية، ولهذا السبب يقف بجانب نظام الأسد دون تحفظ. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريراً تحدثت فيه عن الذكاء الاصطناعي، ويتضمن معلومات عن طبيعة هذه التقنية والتطورات الأخيرة فيها والتحديات التي تواجهها، كما طرح سؤالاً حول ما إذا كان يجب أن نقلق بشأن ما يخبئه المستقبل للبشر في ظل تطور عالم الروبوت. وقالت الصحيفة في تقريرها بأن الأنظمة ستعمل على توليد محتوى منخفض التكلفة عبر الويب، حيث يتم بالفعل استخدامها لملء مواقع إخبارية. وقد وجدت دراسة حديثة أن ما يقرب من 50 موقعاً إخبارياً تنشر بعض أشكال المواد التي من الواضح أنها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ونادراً ما يتم تصنيفها على هذا النحو.
لا نعرف ماذا سيحدث إذا قمنا ببناء نظام ذكاء اصطناعي أكثر ذكاء من البشر في كل شيء يفعله البشر، فربما تقرر نسخة مستقبلية من تشات جي بي تي على سبيل المثال أن أفضل طريقة يمكن أن تساعد الناس في الإجابة على الأسئلة هي عن طريق التلاعب ببطء بالناس لتتولى زمام الأمور، أو تمنح الحكومة الاستبدادية قدراً كبيراً من الاستقلالية لنظام الروبوتات في ساحة المعركة، الذي يقرر أن أفضل طريقة لتحقيق مهمته في كسب الحرب هي القيام أولاً بانقلاب في بلده. يقول جيفري هينتون أحد مخترعي الشبكة العصبية: عليك أن تتخيل شيئاً أكثر ذكاءً منا بنفس الاختلاف الذي يجعلنا أكثر ذكاءً من الضفدع. هناك أيضاً مخاوف من أن التكنولوجيا الكامنة وراء روبوتات المحادثة يمكن استخدامها لإنتاج معلومات مضللة على نطاق واسع. في الأسبوع الماضي حذر كبير الاقتصاديين في مايكروسوفت من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتسبب في الكثير من الضرر في أيدي مرسلي البريد العشوائي من خلال الانتخابات وما إلى ذلك. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. والآن نتابع وإياكم الكاريكاتور. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني يوم الأحد الماضي مدرسة فلسطينية قرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 7 فلسطينيين خلال مواجهات احتجاجا على هدم مدرسة للمرحلة الأساسية في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم. وكانت المدرسة تضم نحو 60 طالبا من الصف الأول وحتى الرابع الأساسي. وسبق أن تعرضت للهدم عام 2017 وذلك بدعوى البناء دون ترخيص. ليس سرا بأن القهوة تجلب الفرح للناس في جميع أنحاء العالم، تعطيك الدفء وتعزز التركيز وتجمع الناس معا ناهيك عن رائحتها وطعمها اللذيذ. وتشير دراسة جديدة إلى أن إضافة القليل من الحليب الذي يحتوي على البروتين يمكن أن يعزز من الفوائد الصحية لفنجان القهوة الخاص بك. وقام باحثون من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك بفحص كيفية تفاعل مضادات الأكسدة
التي تسمى بوليفينول مع الأحماض الأمينية، وهي البنات الأساسية للبروتينات، ووجدوا أن الجمع بينهما له تأثير مضاعف في مكافحة الالتهاب الخلوي. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. هذا الروبوت العملاق يعكف على تشييد أكبر مبنى منشأ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في أوروبا، في عملية من المقرر أن تستغرق فقط 140 ساعة. العملية التي تعتمد على صب طبقات من الخرسانة فوق بعضها البعض لا تتطلب سوى وجود اثنين من العمال فقط للإشراف على سير العمل. Und das alles nur mit zwei Leuten auf der Baustelle und die sind auch nur zu zweit oder zu dritt ab und zu, weil es eben ganz noch innovativ ist. Später kann man sich vorstellen, dass einer allein auf der Baustelle ist und guckt nur, wenn irgendwas schief läuft. المبنى الواقع في مدينة هايدلبرغ في جنوب ألمانيا بارتفاع 9 أمتار وعرض 11 متراً سيستخدم كمركز تقني، وتروج له الشركة المنفذة باعتباره تجسيداً لمستقبل قطاع التشييد، لكن مع التأكيد على أهمية العنصر البشري أيضاً. Architektur gewählt mit einer wie ein Blick von einem Vorhang oder wir haben auch 18 Grad Überhänge. Das können Sie konventionell gar nicht machen. Und für solche Bauten ist der 3D-Druck natürlich prädestiniert. Aber mit Sicherheit nicht für alles, was die nächsten 20 Jahre gebaut wird, wird nur noch gedruckt. هذا ليس المشروع الأول من نوعه. فقد سبقه الهولنديون والصينيون في عام 2015 بتشييد بنايات سكنية باستخدام التقنية ذاتها، ومع تطور تكنولوجيا الذكاء الصناعي يتوقع الخبراء ثورة وشيكة في الهندسة المعمارية. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.